تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. مقاديره على الشاشة. حلو. اللي هو الشريمب بيب كورن. بيب كورن يعني حاجة كده واخدة من رقائق الذرة وصغيرة قد صفار البيضة تقريبا، مقرمشة ولطيفة عاملة شبه الفشار. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. مقاديره بسيطة وسهلة. كل اللي معايا شوية جمبري لا يتعدى النص كيلو. حلو الكلام. تعالوا نشتغل فيهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. وأكلة لطيفة وحلوة، وهو تغيير. مش كل يوم هناكل جمبري بتر فلاي أو هناكل جمبري صينية أو جمبري مشوي، الحاجات اللي احنا عارفينها وشطار فيها والشيف المغذي دايما بيعملها لنا. نعمل لنا النهاردة الجمبري بطريقة جديدة. هناخد الجمبري ده على البلانشة نكسره بالسطور أو بالسكينة. عشان كده جبت إيه؟ بلانشة كبيرة. حلوة. ما عندكيش جمبري لحمة، تجيبي جمبري قش تقشريه وتشيلي الظهرية بتاعته أو عرق الرملة منه وتتعاملي معاه زي ما أنا هشتغل دلوقتي. دول شوية جمبري حلوين أوي زي الفل. كفاية. هم دول اللي أنا عايزهم. بالسطور كده وهكسرهم. واقف بلعب بالسلة. تكسيرة كده تنعيمة، ده ما يضربش في الكبة. أنا عايز أستطعم الجمبري وأنا باكله. تحت سناني. له طعم كده وله مذاق وله قرشه، قرشه الفستق الحلبي. هو الوحيد في فصيله الاسماك كلها. غير السمك، غير الكاليماري، غير الكابوريا. الجمبري له مذاق تاني خالص تحت السنان. حلو اهو. بقى بالشكل معايا ده كده. زي ما هو كده يا عم الشيف. هنعمل ايه؟ شوية ثوم طازة. حلو قوي. نشا. معانا رقائق شيبسي. الله، رقائق شيبسي. خلي بالك، خلي بالك هنا فيها ملح، فطبعا اساسي علشان رقائق البطاطس تحمريها بتحطيها في شويه ميه بملح، فحط في الاعتبار هنا الملح هنا يا عم الشيف هيبقى زياده، فمش هتحطي ملح. خلي بالك هنا التركايه، المكرونه بتستوي على النار، صوص الطماطم بتاعي على النار، فانا مش بضيع وقتي. خدت رقائق البطاطس اللي بتقطع لي معايا دي كده اهي، ودي موجوده. حلو قوي زي الفل يا عم الشيف. ايه الجديد هنا؟ حلو قوي. عصره ليمون. تسلم ايدك. بياض بيضه مش الصفار، البياض. اوعي تحطي ملح عشان ناكل الجمبري ده. خلي بالك، شويه فلفل اسود، شويه بابريكا، معايا رقائق الذره مطحونه وجاهزه بالشكل ده كده، معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه. باخد المقادير دي كلها مع بعضها يا عم الشيف واعمل عجينه كده هتعجبك. انت بتلعب يا شيف بقى، انت ما وراكش حاجه. صينيه البطاطس في الفرن تستوي، والمكرونه بتاعتي عايزها نص سوا، وعندي خلطه زي دي كده اهي. عجينه بايديا بقى بالشكل ده كده. حلو. هاخدها زي ما هي كده واروح عند الزيت. الله، دي بقى تكفي الاولاد. ولادك رايحين النادي، ولادك مش بياكلوا الجمبري، فاجئهم باللي انت عاملاه ده كده زي الفل. ادي طبق كده هنا. الله، زي الفل. يلا يا حلوه، ونشيل دي هنا من هنا، وتعالوا نشوف هنشتغل مع بعض ازاي. عندي زيت شديد الحراره،
زيت شديد الحرارة. هنقف هنا نتسلى مع بعض شوية واحنا شغالين في المكرونة. ولكن هدفي تاني ان البرنامج الشهير بتاعنا ان انا مش هعلمك المطبخ وبس. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل الاستعراض الجميل ودايما الشيف المغازي مقولته الشهيرة الصورة على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية تعني مليون كلمة وليس ألف كلمة كما قالت الصحافة. أنا بعمل البيب كورن النهاردة أو الشريم بيب كورن النهاردة بعمله بطريقة جديدة للأطفال الحلوين. معايا جمبري شفنا في تفاصيله على الشاشة. مسكت الجمبري كسرته بالسكينة أو بالسطور، نعمته كأنه أعمله كفتة، حطيت عليه رقائق بطاطس متحمرة بقرمشة زي الفل، طبعا فيها شوية ملح فهي بتعملي كنترول على الملح، نزلنا بمعلقتين نشا، نزلنا ببياض بيضة، بهارات حلوة لطيفة، شوية زعتر، وبعد كده معلقة فلفلة حلوة عشان ياخد اللون الفسفوري قبل ما يتحمر، معانا رقائق دورة تانية مطحونة اللي احنا بنعملها مع الكريسبي اللي احنا عارفينها في أي سوبر ماركت، ومعايا شوية مية بسلك بيهم إيديا وبشتغل كده بالشكل ده كده اللي حضراتكم شايفينه، ومعايا الزيت شديد الحرارة على إيدي اليمين في القلاية بتاعتي، وقدام عينيا وبتغزل عينيا تشكيلة من الخضار لطيفة وجميلة، فيها خضار، فيها كوسة، فيها جزر، فيها فلفل رومي، فيها طماطم، فيها خبرة طهوية، فيها حب. هنعمل طبق مكرونة اسمه أرابياتا. المكرونة هنا مستوية نص سوى، مستنيين نضيفها على الخضار الحلو بتاعنا. ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ لازم بنفس المدرسة دي، اوعى تحطي ايدك في البقسماط او رقائق الذرة غير لما تخلصي الكمية كلها. نعم، سؤال وجيه مخرجني دايما بينكشني، بيقول لي انت حطيت ليه رقائق ذرة مع الجمبري؟ ما كنت تسيبه في حاله. دايما الجمبري المقلي او الاسماك المقليه عموما لها ارتباط وثيق بالبطاطا المقليه او البطاطس المقليه. حلو؟ فانا حبيت اضيف رقائق البطاطس اللي احنا شفناها مع بعض داخل الجمبري من جوه، هتستطعمها وانت بتاكل الجمبري لانها كريسبي وما زلت محافظ على شكلها. اخبار الزيت ايه؟ اخبار الزيت ايه؟ يلا بينا. اخبار الزيت ايه؟ اللهم صل على النبي، صلي على الحبيب، قلبك يطيب. نعم يا غالي، انت واخد على الجمبري تشوف شنباته، راس وديل في قلب الزيت. سر الوصفة اللي أنا عملتها ده بيتلخص في حاجتين، عشان لما تعمليه يا ست الكل، يا أمي، يا خالتي، يا ست الحبايب، يا عظيمة، معلقتين النشا وبياض البيضة تقدري تستغنى عن رقائق البطاطس، أهلا وسهلا، تحطي بدالها بقسماط، أهلا وسهلا، تحطي بدالها رقائق توست متحمصة، أهلا وسهلا. ناخد المكرونة بتاعتنا الجميلة الحلوة، اللهم صل على النبي. يلا خلصت، نقلبها. بص على الحلاوة، شوف الزلابية دي، شوف الزلابية دي، الله. انت عايز كده، انا عارف انت تحب الحاجات دي، انا عارف السبايسي ده، هو ده. دي المكرونه، يلا بينا. الف هنا وشفا للي ياكل. شويه مكرونه يكفوا العيله والجيران والحبايب، ما تبخليش عليهم، الله يرضى عليك قرايبك وحبايبك. اخبار الجمبري ايه؟ خلص الكلام. طبق التقديم، قال فشة الدورة الدموية في الأجزاء الدقيقة من الجسم، ينشط الجهاز الهضمي، يساعد على تحسن الشعب الهوائية. البصل الأخضر ده بيعالج كمان الرئتين والشعب الهوائية وحاجات لطيفة وجميلة.
البصل الاخضر ده كيان. شفتوا الجمبري؟ نعم. الف هنا وشفا.